اليوم سكنونو راح يشوفكم اشهر واغرب الاكلات البحريه والناريه. شنو هذا؟ هذا سوري مال عماره مال هنا. هذا السبرين؟ هذا سمك السبرين. هذا بحري مال البصره. مال البصره؟ هذا السلمون الاحمر. السلمون يتقلى عادي؟ السلمون يتقلى. يتقلى؟ هذا سلمون. حلو. هذا سلمون خضراء السمك خليجوني يشوفون هذا شنو. القطان. قطان. هذا مال كرتاب. مال كرتاب. هذا صيد مال الصبح. هذا فريش. فريش. شوف صفاوة العين. تعرفها فريش. شوف الخياشم مالتها. تعرفها فريش. هاي تهل الخضرة بعد. صافية مو صفرة صافية. صافية. ما خابطة ما بيها دم. تصير بايتة أو مثلجة. هاي الحين صافية. واليوم كانت قاعدة الصلح ويا مروان وراح أوكل أغرب أنواع السمك. راضي عليه؟ ما تريد دوق؟ وهسه نيجي الأكثر أكلة تثير الجدل. لا عمو هذا الجري؟ هذا الجري العادي وهذا الجري المقلي. هذا هذا اللي بالعظم؟ هذا العظم ماله حلو. وهذا عندك مسحه بالبصل. هذا حلقوم. حلقوم. هاي هنا عندنا الكارب يتقطع قبل لا يوصل لمرحله التقطاع. هذا الزوري مال العماره طبعا. حجمه تشفرين. حلو. تشفرين الوحده. وهنا سكنون يريد يصطاد السمك من الدهن. بس مو شغلتي هاي. ماني بيدي اطلعها. ماني بيدي اطلعها والله. بسم الله. هنا نملح الشبوط زين وراها نسبحه بالدهن وكلش انصحكم بتجربة الروبيان المقرمش. كله فريش. كله فريش. بسكت. اما السبرين راح اسألكم مجربي قبل لو لا. هذا الزبيدي ما. هذا الزبيدي. بالعافيه. الله يعافيك. وبس قلت لياسي نعوش الخبز السريه قبل افتهمني. وجماعه الدايت حاليا اكثر فئه كرهتني وهسه وصلنا للمرحله الختاميه المنتظره. مدفيها. ومن طقوس السمك هو الطرش المدبس. ومحشن نوبك. تعبناك. تومو. مليون عافيه حبيبي تاج راسي وحبيبي نزلته مرحبا. شكل يا لون شكل يا لون عيوني لكم. هذا النفتيين الوادي الله يسعدك حبيبي الله يسعدك الله يخليك مليون عمار شنو اول شيء تحب تجرب؟ ادري بيك تركض علي اموت على الروبيان حلو الروبيان احب الشغلات البحريه اكثر من النهريه سيف تحب الحنبل ولا لا؟ ينفع الحنبل واموت على الروبيان وهنا سرمت حاول تقليد احد الاشخاص بس ما دبرها الفضول كتني انه اجرب السلمون كلش كلش طعمه مميز السلمون ولازم نخلي مروان يهضم الزوري بفزه صغيرونه مروان شو بعد حبيبي؟ الحمد لله بس ما يدفع حسن نص راس باكر لان عندي شوي من نفاق انزل 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 انزل